مرحبا، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير البطاطا مثل المطاعم. عنا 4 معالق طعام طحين، حبتين بطاطا قشرتن وقطعتن بهيدا الشكل وسلقتن 5 دقايق، كمان عندي 3 معالق طعام طحين، ربع ملعقة صغيرة بابريكا، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة كمان نشا، وكوب مي. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله، حط النشا، كمان بابريكا، بهار، ملح، بخلطهم مع بعض. بحط المي، بحط البطاطا بالخليط، هيدا الشكل، كمان بحركهم مع بعض. بحطهم على جنب. حطينا طحينات بالصحن، هلا نعملهم بهيدي الطريقة، بغطهم بطحين، أكيد عم حمي زيت. هلا بحطهم بالزيت الحامي. بسم الله، في طريقة كمان أسرع، بلا ما نحط حز بنحط كمية بهيدا الشكل ونغطهم كلهم مع بعض بالطحين. هيدي أفضل وأسرع لإلكن. هيدا الشكل، هيدي البطاطا بس اخذت اللون المطلوب، هلا بنشيلها وبنحطها بالصحن. هيدي البطاطا بعد ما قليتها، لنشوف مع بعض كيف طلعت من الداخل، مستوية وشكل كتير حلو. هيدي البطاطا اللي عملتها انا وياكم، بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.